ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمه كده على الماشي. الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش زي الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ وسنتين. ولا انت نسيت؟ دينا ليا مش فيها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل اجليطس. اتفضل بلاش السايب، خلي لك زياده اجليطس. كتر المزه اجليطس. اخدهم مزه ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا قد ايه، بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عندك انت؟ حاسب ومرزوق. خير درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، الازازه اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا، عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش ده خوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. كسير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجالة برضه. انت هتخطب، روح لحالك، روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم هم الجوز دول. اربح يا ولد. Thank you.
الاكل غيرك ما يغرق. هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كان عرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبنا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العلام دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ريه. يا نهار ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعاده البيه؟ ملياش حد تشكيله غيرك انت يا سعاده البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تنقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس. حصل ولا حصلش؟ حصل يا سعاده البيه. وانا في البيه دلوقتي يا سعاده البيه. اكل ولاد السبعه منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص. ولادك بلا زفت. بكره هبعت لك مكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دوقي. اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق ده يا سعادة البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعادة البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها الناصية؟ لا يا سعادة البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن واطرح مكاني يا سعادة البيه. زهر جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنة محاماة نقد وإبرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف. اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تنزلنيش. فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه. امين بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل. سعاده البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم؟ عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. مستبين يا بركات. مستبين يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. باسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله. ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بقى تخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه ده؟ في امانة.
ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانه؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايزنا نبيع له العربيه دي وهيديني 10% والبيعه هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ايه؟ حد بيكبر حد النهارده؟ انت بتشتغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقله يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انه ايه؟ فيها انه العمل يا صاحبي. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري. لا 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 بلاش شطر، دي ملهلبة أوي. حد صبعك فيها وهي تبرد. إيه يا معلمة؟ الشنطة خفيف. ماشي. ثلاثة دوب صلصة زيادة. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيدنا. ما تقف قاعد وتتكلم عند المار. أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ أنا عملت لها حاجة؟ أنا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمي، الراجل بيضحك معاك. ده محل أكل عيش يا ابن والدي. واللي عايز يقرق يبقى يروح لقراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا نعمل لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوب. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. ليليا. نعملها معاك. هتبصي من القهوة من عينيا ست كل. سليمة الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عامد؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. مش كارع حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب. صعب. انا مش بتكلم على الكشري. ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك الصلاه على جمال النبي عاملك ايه؟ دي بشوكه يابا، دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال يمين الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا 15. حلو يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. طلعها اللي معايا جدع. خلاص بقى. ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي ما نسجل. هات خمسة وخلي اتنين عن التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج، أنا مش فاضل منها. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلوة يا حاج. خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صحش. انا ما احلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق؟ هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باب اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي. اسم المشتري؟ الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي.
بطاقة شخصية ولا عائلية؟ شخصية. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقة طالعة من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الأشول الشهير بسونة. نملة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدح يا أشول. امدح يا أشول. والنبي ابن حلال. امدح يا أشول. هنا يا أشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا يا جدع انت، خليها له، مش هكافي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا يا اسفلاجي يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي يا كوتش ادينا احسن. ازيك يا اسفلاجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة وشيل منابع. يلا بالعناية. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كبابي انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. وقف طابور. وقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. ايوه ده. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق.
ازاي؟ خد الاتنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحة شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك ايه يا لك؟ بركات. حسن لاش ولا سعادة البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطريقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو يا سعادة البيه. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه اصبر. حاضر اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كان تعالى. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبده ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبق واحدة يا باشا. هجام. لا سعادة الباشا ومقام سيدي الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواكف عربيه مسروقه؟ ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا، وديني الابخار عليا. ماشي. ليش عيال تعبان؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد طعمي. يلا. تعيش يا باشا.
هتعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت تحطط في نافوخك يا كوت. وانا عاد فيها نافوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا. سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ملهاش دوسيه. سقطت ايد يا باشا، ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ قول. طب الفلوس كلها هيت. طب كفايه بقى، كفايه ارجوك. اه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بين الناس، حد الله ما بينه وما بينه. ليه يا مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. عايزين الحلاوه بقى يا حاج. من عينيا حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبقى حليلك جواك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلي بعبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه، ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركنا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس
حسن، دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض، طب انا بقى هعمل ايه؟ ادوا ال 200 جنيه اللي اشتبلوا العربية. مصر الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول فرده يعني ليه؟ انا دافع حاجه من جيبي، 100 من مزارع و100 من معلم بلاسي. كل حموله ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربيه بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3 4 بواكي في اليوم. ارزاق يا صاحبي، دول بيكسبوا اكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي، عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم ايه يا معلمي؟ شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه، أربعة جنيه. بقول لك ايه؟ هي حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطه، وده نصيبك يا زوكه، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى؟ ان شاء الله هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكفي. دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى الحجمان عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلي في 10 بواكي من البلاسي بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. ما
معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضواه تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم، حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاتة جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخل لجيبك. جيبي مخروق. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربية بالهداوة بس يا معلم. تعال بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعال لحدهم لك. تعال معكش ولعة؟ معايا. خليو لو ما انتهى روحك بدا على هبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر. اوصل ابو نعيم، هيجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنى يا بلدينا. صباح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو خوليو، قلبهم، طلع كل اللي معاهم وعلى اقل من مهل. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. ومدينا 100 بطيخه بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله، انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير، ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا، ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص، عدم المؤاخذه الحبايه ب5 جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي، روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه بكره ب2.5. تعال بص
اتنين ونص. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. تعال بص اتنين ونص. اديله 100 150 اتنين ونص. اديله 175 75 اتنين ونص. علتها غور العربية اللي مش عادي اتنين ونص ولا غور 150 اتنين ونص. تعال لو بص اتنين ونص. ماشي يا صاحبي. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه عشره حداشر اربعتاشر. اديني معلم اديني معلم التنوينوس اديني معلم اديني معلم التنوينوس اديني معلم اديني معلم التنوينوس. في حاجه تانيه التنوينوس. وتعالى وبص اتنين ونص. وتعالى وبص اتنين ونص. اتنين ونص. وتعالى وبص. يلا يلا انت من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا يا سعادة البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. أمال إيه الحكاية؟ أنا واقف في عرضك، أنا في عرضك يا سعادة الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروض بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولة العربية عشان هو يبيعها في السوق السوداء. أنا؟ أيوة أنت. وإحنا بصراحة مش عايزين نبيعها له. أنا أنا. شفت يا بيه رمي الجدة يا بيه؟ جدة يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك يا حكومة. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعادة الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربية لحد ما يخلصوا بيع. وأي حد يتعرض لهم أي حد خدوا على النقطة. أه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا. 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 اتنين ونص. وتعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعالى بص اتنين وبس. جرايه يا باشا. انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناسع مني 10 بواكي. هو الواد صح؟ معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله. يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ أنتوا جننتوا ولا إيه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا. وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق؟ من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر. أيوة ما هو لا إله إلا الله. ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟
واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ بالذمة مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. الماشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم. لسه بتسأل يا بلاسي؟ ليلتك سعيدة. مع السلامة، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هالشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لاديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. Thank you.
بتقول ايه يا باشا؟ طيب انا حصل أرضى 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 انت على غلطة. يا معلم جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. سهل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم.
السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردك وكلت البلح، هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على البنك وانتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غور ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. Thank you.
ما ترد السلام يا رجاله، ده انا داي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصلة وكل عبده بدمعة. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق لوف. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راس التعبان. ما هو اللي عايزنا جينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ده ميه من تحت تبن، ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امن له، وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك، طول عمرك ذوق والله العظيم. جيجي افندم. يا ملك حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي. ليه بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيدي الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا لا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن، كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجة. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكالة والاجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟
النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود وناقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ واشمعنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغلي مع الجيار؟ انت هتشتغلي معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال الام اف بي؟ ده صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبيه بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظ لكم الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المديرة. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها بفلوس الجيار. كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. اجبل جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعي تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. ابرطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله. ده عمرو. ايوه كده ما شو. ايدي ايديو ايدي. Thank you.
بص له طول ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق، اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي، حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر، مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو فيه ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشركة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة.
لو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش. الا بطه، دي الحقيقه يا كوتش. بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامره. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركه اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. انا مش عايزكوا تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده بالبساطة دي؟ انتوا ناسين انكوا برافان؟ باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا، مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنانه اهو. الله. وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركة. أمين، خد منهم مفاتيح الوكالة والأجانس. الله. وأنت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما أنا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب. هتكسر هنكسر. هتحرق هنحرق. ومش برجالتنا. ايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي جاي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. على خير. وانت منال.
سلام بقى يا صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل 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 بركوتة، انت شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. مش فاهم حاجة، مش فاهم يا بركات. فاهم؟ مش عارف في تفاهم يا كلب. بركات 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 بركات. كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراعك.
شكرا ولد. شمر شمر. عزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، المكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس مش ده اللي عايزه كينج. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجة. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركة، انا حر يا اخي. انت شريكي دي نظمة ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. اخرس انت دي الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص ربايه بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخرس بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. أنا عمري ما حد لمس مني شعرة واحدة، لا رضا ولا خصمانية. برا! كلمنا أنا هنا، فين مرزوق؟ راح في 60 داهية. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجة ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكرة شيطانية يا أمين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج. كلها حقنتين ثلاثة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج. كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرج بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في صغيره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق مرزوق مرزوق، رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك، مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا براكوت. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اسد، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلب الله. مع السلامة. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. دي صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى بالشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزاره الزراعه والسيد وكيل وزاره الاصلاح الزراعي والسيد مندوب وزاره الخزانه والسيد مندوب الرقابه الاداريه، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ امين. ايوه كينج. انا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب. عشان المسائل تمشي قانونيه. 501,000. 501. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا، مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ أيوة يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج أبو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمئة ألف. وخمسمئة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبيها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. خوليو خش. ترجمة
6 مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. ألف مبروك يا ملك. مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والماشي هم اللي ضربوا النار، مش أني، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كده، دي أوامر الملك، انفارتك، أنا بعرفك يا مرزوق، أنا مش ريق يا مرزوق، أنا صعب، حد علي يدك يا مرزوق، بلاسي يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حد علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا الحمد لله، لا
بس بالويسكي يا بلاقسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي، هزحلقه واجي لك جاي. قانون العقوبة صريح جدا في الناحية دي. المادة 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ بطل بطل بطل. لا 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 لا.
بركات الدمنهوري. مجنون الدمنهوري برضه؟ لا الله، ده انت عندك ناس ما غريبه مش شيطان، ده صاحبي يا بنت. صاحبي وصاحبك هناك على الهوا. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي، 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 سلام سلام يا صاحبي.